السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. طريقه تنظيف الانابيب والدشت بكت بالطريقه اللي هو ماكينه تغسيل السيارات بالشكل هذا. طريقة تنظيف كذلك طريقة تنظيف الأكواع حقت الدشت باكت. هذه طريقة تنظيف الدشت باكت. هذه طريقة التنظيف. بعد ما يخلص الزراعة تخلص من الزراعة تشيل الدشت باكت وتطلع البرلاية منه، طلع البرلاية منه وصفيه من الجذور النبات. بعد ما تصفيه تحطه بكيس عذوق النخيل، تحطه داخل وبعدين تقفل عليه من الحبال من الأسفل ومن الأعلى، وبعدين تجيب عندك سطلين، هذا سطل يصير فيه ماء عادي وإذا سطل يصير فيه مبيد فطري. أخذ الكيس هذا اللي فيه البرلايت ودخله داخل الماء وأغطسه مرة مرتين ثلاث. بعد ما يخلص أسوي تنظيف له، أوديه لم اللي هو خزان او سطل اللي فيه المبيد الفطري. بهذا الشكل لما اخلص هذه الطريقه احطه بالسطح عشان تضربه اشعه الشمس. بهذه الطريقه راح ان شاء الله يتعقم تعقيم كامل، وبعدين نرجعه للنظام مره ثانيه. بعدين بعد ما نخلص هذه كلها نرجع النظام من البدايه، وفي فيديو سابق يشرح فيه طريقه كيف طريقة صناعة الكرسي وطريقة الدشت باكت كيف يركب وكيف الخزان يركب. هذا طريقته كله موجود في فيديو سابق لي على قناتي على اليوتيوب. بعد ما غسلنا الدشت باكت نشرتهم بالسطح كذا لمدة 4 أيام، وبعدين إن شاء الله نرجعون النظام مرة ثانية. لكن في طريقة أنا سويها بحيث إنه كل الدشت باكت يرجع مكانه. هنا أضع عليه رقم والموقع حقه بحيث أنه يرجع لنفس المكان اللي هو طالع من عنده، والسبب أنه فيه خروم فتحات حقت حامل المحصول تكون تصير مضبوطة مع الدشت باكت الثاني. نفس الطريقة هذه فتحة وهنا فتحة الثاني مقابلة عشان يصير نفس الدشت باكت ونصير نفس الفتحة. لكن لو ما حطيت نفسه راح يصير يختلف المواقع وراح اضطر اني افتح مره ثانيه من جديد. الاكواع حقت الدشت باكت احطه هنا بداخل سطل في ماء ومخلوط معه كلوركس لمده 3 أيام 4 أيام. بعد ما اخلص 3 أيام 4 أيام اغسلهن مره ثانيه وانشرهن بالشمس لمده يوم يومين، وبعدين ارجعهن للنظام مره ثانيه. هذه الطريقه تقتل الجراثيم الموجوده والبكتيريا الموجوده داخل النظام المائي. الحمد لله انتهينا من تغسيل المحمية كلها كاملا كلها بهذا الجهاز. اختصر لنا المدة، خلال 3 ساعات انتهينا من تغسيل كل المحمية، البايبات والدشت باكت والخزانات، حتى خزانات خلايا التبريد وخلايا التبريد طبعا مغسلين وقت نهاية الموسم. كل شيء غسلناه، كل شيء ممتاز 100%. هذا هو نظافة داخل البايبات. الحمد لله انتهينا من كل شيء. الآن نعيد النظام، نعيد البايبات ونعيد نعيد الدشت باكت ونعيد النظام كله كامل، وبعدين نحط البرلايت وبعدين نبدأ نزرع.
هذا داخل الخزان نظافه.